هلا صار وقت نشوف قصة جديدة من قصص السوريين. لطالما ارتبطت مهنة السباكة بالرجال، ولكن عند صفاء كان الأمر مختلف. نعم، صفاء سيدة سورية تعيش في الأردن، لكنها فجأة وجدت نفسها تدرب وتعطي تدريبات في مهنة السباكة. خلونا نشوف سوا. كنت عايشة بسوريا بال 2012 تقريبا، وصلت الأردن. طبعا كنت عايشة بمنطقة الغوطة الشرقية ووصلت على إربد. طبعا أخذت دورة سباكة بإربد، بمنطقة إربد، كانت مدتها شهرين. طبعا أخذناها مع منظمة. حبيت الشغلة إنه أنا كوني سيدة وراح أستفيد منها ببيتي ولجيراني ولأهلي. شوي شوي صارت الناس تعرف، صرت أمتد للجيران، شوي لأهلي، شوي لهون، لحتى تطورت الشغلة إنه صرنا نفتح مكان إنه نقدر نساعد السيدات. كونه أكثر السيدات السوريات إجوا من غير معيل، فتحنا مقر وصرنا نشتغل لهم. بالبداية كانت مجانية، وشوي شوي صرنا بدل مواصلات، بعدين صرنا مسرجية تمام. طبعاً المنظمة اللي عطتنا الدورة عملت معنا مثل تقارير، فحكونا إنه مقابل هاي التقارير اللي عملناها لإلكن وإنه أنتوا قصة نجاح، رح نعطيكم تدريب إنه أنتوا تطلعوا تدربوا. فقلنا لهم ماشي. رحنا على نفس المركز اللي أخذنا فيه التدريب، صرنا ندرب سيدات. فكنت أول مدربة من القطاع النسائي في إربد إني بدرب سيدات بمركز ذكوري. دربت 25 سيدة، وبعدها أعطوني تدريب بمنطقة المفرق، كمان دربت 25 سيدة. وبعدها صاروا جمعيات والمنظمات الثانية يدوروا علي إنه في عندك أنت عدة تدريبات، فينا إنه نستغل شيء من هاي التدريبات إنه ندرب السيدات. أعطيت عندهم دورة سميناها وقتها، يعني طلع المسمى معنا، اللي هو إسعافات أولية لربات المنازل بالصيانة الصحية. امتدت القصة يعني وتطورت، إنه صارت الناس إنه لا، حابين نتعلم أكثر، حابين إنه يكون في مجال عنا أوسع بهذا المجال. فطبعاً أنا عملت عدة دورات، عملت بالمفرق، عملت مع منظمات وجمعيات غير المراكز التدريب المهني. فكانوا يلجأوا لي إنه أنت عندك القدرة إنك تعطي هيك دورات، وإنه هي فبدنا الدورة اللي أنت بتعطيها. فقلت لهم شو هي، وبيحكوا لي الإسعافات الأولية. هلا المرأة هي قادرة إنها تعمل هذا الإشي، بس إنه بدها إنه تفكير، بدها إنه تقدر تلملم حالها وإنها تقدر إنها تعمل هذا الإشي إذا هي بدها. ما بدها ما رح تقدر تعمله. كل التوفيق طبعا لصفاء بهذا التحدي. صحيح. شيء مو غريب أبدا على المرأة السورية، حقيقة قدرت تبدع كتير. أكيد. فاصل مشاهدينا ونرجع لنكمل فقراتنا المشتمل.